الى جانبه. فادي، ست أندية بالليغ اللبناني اليوم راح تفتتح مسيرتك رسميا مع فريق هومنتمن بأول مباراة لكم بالدوري للهومنتمن مع فادي الخطيب. ثلاث مرات قدرت تفوز ببطولة لبنان مع ثلاث أندية مختلفة، يعني فزت مع الشامبيون، فزت مع الحكمة، وفزت مع الرياضي، رح تقدر تفوز مع هومنتمن إن شاء الله. يعني عم نتحضر لهالريزة، اليوم محضرين لجيم منيح، جيم الافتتاح لنا، فريق جديد، ان شاء الله بيكون جيم منيح لانه لازم نبلش منيح بالجيم اليوم. شو ميزه فريق هومنتمن بهالموسم؟ السنه الماضيه ران اند جان الفريق السريع، السنه كيف؟ السنه نفس الشيء ران اند جان، بس معهم لعيب شوي عنده اكسبيرينس بيعرف بالاوقات جالوي 100%، وجيت انا بالاوقات الحساسه لهد التيمبو، لما بكون عازل لهد التيمبو بلعب بالخبره اللي عندي اياها وساعد الفريق باللي بقدر ساعد فيه، وان شاء الله اكيد كل اللعيبه بقدر اضيف لها مشان تلعب احسن السنه. شو رسالتك لباقي الانديه بفريقكم القوي الكل عم يحكي عنه بهالموسم؟ رسالتنا مثل رساله كل انديه، كل انديه بدها تربح البطوله، هي نفس الرساله، نحن جايين لنربح البطوله مش لبس نشارك بالبطوله، كل انديه عم تتحضر لهالشيء والاحسن يربح. شو بتقول لجمهور هومنتمن؟ ينطرونا على ملعبنا الجيم الثاني. بدي اشكرك اكيد فادي الخطيب.